هو فيلم مختلف، فيلم من نوعيه الافلام الاكشن، بيتكلم فيه نقول انه بتقولك شمال شويه، ايوه كده. بنتكلم فيه عن عن الغزو الفكري، عن الغزو الثقافي. هو ده هو ده الحروب الجديده، عن الحروب الجيل الرابع. الحروب ما بقتش خلاص زي زمان، مدافع وطائرات. بتعملوا ايه في البنت؟ حرام عليكم، كل شويه عماله تعمل لكم كده، حرام عليكم، هيجيلها تصلب شرايين والله عشان تعمل لقاء. ماشي. فهو من حروب الجيل الرابع، الفكر اللي هو انت ما بقتش الحروب زي زمان، انت بحاول اسيطر عليك ثقافيا فنيا فكريا. هو ده اللي احنا بنحاول ننقله في الفيلم ونوصله للناس، انك اعقل عقلك وانت بتسمع وانت بتقرا دايما، ما تاخدش كل حاجه تقراها مسلم بيها او بتشوفها مسلم بيها. هو علاء نفسه صعب، يعني هو علاء نفسه، احمد علاء ده، احمد علاء من الشخصيات يعني هو معرفه، احنا جيران في المعاد اصلا من زمان، وهو من المخرجين تلميذ الاستاذ شريف عرفه، مخرج ممتاز ومتميز، وانا فخور ان انا بشتغل معاه، واتمنى ان انا اكرر التجربه معاه، دي ثالث تجربه لي، وعملنا مسلسل كمان هجمه مرتده. فهو من مخرج متميز، وانا سعيد بيه، وان شاء الله الفيلم ده كمان هينقله نقله ثانيه يا رب. احنا اتكلمنا قليل قوي في الفيلم، الباقي كله ضرب، فان شاء الله يا رب يعجب الناس يا رب. كارمن فنانة جميلة وروحها جميلة وهادية في الكواليس، وما حسيناش بيها الحقيقة يعني، وتعبناها جدا، لان هي عملت نفذت مشاهد الاكشن بنفسها، فكان بالنسبة لها كان اول مرة، والحقيقة يعني كانت جريئة جدا ان هي تعمل ده، يعني في مشاهد انفجارات ووائرات وحاجات هي عملتها، فيعني انت بترشني؟ فالحمد لله. طبعا ده حاجه تشرف، بس انا انت عارف انا بعمل مسلسل كل اربع سنين، يعني عمري في حياتي ما عملت مسلسل سنتين ورا بعض، فعلى حسب الشغل اللي ورايا ما اعتقدش ان انا هعرف اعمل السنه دي تلفزيون، ولكن خلينا نشوف الدنيا تمشي ازاي. الجيره والجن والجريمه ان شاء الله، الجريمه خلصت الحمد لله امبارح، وبكره هرجع اكمل الجيره والجن ان شاء الله. طبعا مروان حامد وكريم عبد العزيز، يعني مفيش امتع من كده الحقيقه. هو الفكره كلها ان الوطنيه تبقى موجوده في اي حد، في المواطن العادي. بنتكلم بنشوف المواطن العادي ده اللي في كليه واللي لسه متخرج واللي لسه في مدرسه، الناس دي هم اللي كانوا بيساعدوا على تحرير مصر من الاحتلال الانجليزي، انت متخيله؟ الناس عندها 19 سنه و24 سنه و30 سنه، هم دول اللي كانوا بيحاولوا يجاهدوا. فدي فكره الفيلم، ان الوطنيه لازم تبقى مزروعه فينا، مش شرط انك تبقى لازم يبقى عندك خلفيه عسكريه عشان تبقى وطن. لا، انت ممكن تبقى بني ادم عادي كمان، ولازم تحب بلدك، ولازم تبقى تدافع عنها. هو ده فكره 1919. الجريمه هو فيلم من افلام السسبنس، وما ينفعش يتحكي للاسف، فان شاء الله لما ينزل بقى. ايوه ان شاء الله ان شاء الله، واخراج احمد علاء باذن الله، ربنا يسهل يا رب، احنا لسه في مرحله التحضير. اكشن كوميدي.